أعلنت ألمانيا أنها استأنفت إعادة لاجئين مدنيين بارتكاب جرائم ممن يحملون الجنسية الأفغانية إلى بلادهم قبل أيام من انتخابات محلية تمثل فيها مسألة الهجرة قضية جوهرية. وكانت برلين قد أوقفت ترحيل اللاجئين بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وذكرت مجلة شبيغل أن رحلة متجهة إلى كابول أقلعت من لايبزيغ يوم أمس وعلى متنها 28 مدانا. وتعرضت الحكومة لضغوط لاتخاذ موقف حيال الهجرة بعد هجوم بسكين أسقط قتلى الأسبوع الماضي. تبنت داعش مسؤوليته ومقتل الشرطي الألماني على يد أفغاني في يونيو الماضي.